تحت الضغط. أحمد وميسون، ميسون وأحمد. أحمد هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، ميسون تعالي مكاني. أسئلة تحت الضغط يا ميسون مش صعبة، ولكن عايزة شوية تركيز. طيب. حد كان بيمرنك؟ آه. مين؟ حمادة. حمادة كابتن الفريق. آه. تمام، اطمنا على احمد. تحت ضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دوله جامايكا؟ جمهوري. غلط. من هو الاديب المصري المعاصر مؤلف روايه طبيب الرياف؟ محمد المسيانديل. صح. تربط قناه بنما بين المحيط الهادئ ومحيط اخر، فما هو؟ الهندي. غلط. يوم الباستيل هو العيد الوطني؟ فرنسا. صح. حلم بعيد هي اغنيه الفنان مصري، فمن هو؟ عمرو دياب. غلط. كم عدد الاضلاع في 40 مثلث؟ باص. ما هو أكثر كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحرارة؟ زهرة. صح. في أي دولة أوروبية وقعت عملية ليلة السكاكين الطويلة عام 1934؟ بريطانيا. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور فريدة في مسلسل أحلام سعيدة؟ يسرى. صح. ما هو النادي الأكثر حصولا على الدوري المصري لكرة الطائرة؟ صح. اللي راهن على الاهلي يكسب. يعني انا ما لحقتش اقول السؤال ولكن خطفت الاجابه. الاهلي. اصل انا بسال ما هو النادي الاكثر حصولا على الدوري المصري للكره الطائره الرجال؟ طالما اي حاجه اكثر حصولا يبقى الاهلي. ما بنهزرش احنا. برافو عليك. اتفضلي. برافو عليك. طيب كم اجابه صح؟ ما مش عارف. 5 اجابات صحيحه. برافو عليك. من 10. برافو عليك. كويس يا سليم. عايزين احمد علي ينضم لينا، نشوف احمد هيعمل ايه. والله موقف، انا شايف الموقف مش صعب ولا هو سهل ولا هو صعب. تعالى مكاني. بسم الله. طبعا شفت جمهور بيحيي ميسون. عايز تعرف عملت ايه ولا لا؟ لا مش عايز تعرف. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دوله جامايكا؟ ملكي. صح. من هو الاديب المصري المعاصر مؤلف روايه طبيب الرياف؟ باص. تربط قناة بنما بين المحيط الهادئ ومحيط آخر، فما هو؟ الأطلسي. صح. يوم الباستيل هو العيد الوطني لأحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ فرنسا. صح. حلم بعيد هي أغنية الفنان مصري، فمن هو؟ محمد فؤاد. غلط. كم عدد الأضلاع في 40 مثلث؟ 120. صح. ما هو أكثر كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحرارة؟ الزهرة. صح. في أي دولة أوروبية وقعت عملية ليلة السكاكين الطويلة عام 1934؟ ألماني. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور فريدة في مسلسل أحلام سعيدة؟ باص. ما هو النادي الأكثر حصولا على الدوري المصري؟ جمتي. غلط. لو كنت استنيت وسمعت الدوري المصري. الأهلي. لا للكرة الطائرة الرجال. زمالك. لا الأهلي. الأهلي برضه. ما راهنش على الأهلي. كم إجابة صح؟ مش عارف. 6. 6 إجابات صح من 10 و5 إجابات صح من ميسون. سؤال واحد بس اللي ما تجاوبش. سؤال الخامس. حلم بعيد. طبعا العسيلي. أغنية جميلة جدا للعسيلي. كلنا نحيي أحمد وميسون، ميسون وأحمد. هارد لك يا ميسون. أنا عارف إنك زعلانة ولكن أنا شايف إن أنت عملت كويس، مش وحش خالص، بالعكس. 5 إجابات صح كانوا كويسين، كان عندك بس واحدة تجاب كمان، ولكن هارد لك. أحمد علي كنتوا كام؟ 40. بقينا 70. 40. كم إجابة صح؟ 6. ب30 نقطة؟ و10 يبقى 40. ميسون كنتوا كام؟ كنا 60. 60 و5 إجابات صح، بقيته 5. 85. ودلوقتي